يوم الشهيد مصر بتحتفي بشهدائنا من القوات المسلحة، وكمان ما نقدرش ننسى شهدائنا من الشرطة اللي قدموا تضحيات عظيمة في مواجهة التنظيم الإرهابي. عشان كده احنا معانا على التليفون السيدة وردة اسماعيل، أرملة شهيد الشرطة علاء عيد اللي استشهد في حادث إرهابي خسيس في منطقة حلوان عام 2016. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه حابين حضرتك تكلمينا عن الشهيد وشغله وعنكم كاسره. الله يرحمه طبعا، يعني كان الشهيد كان من اطيب خلق الله، طيب وحنون على بيته وعلى اهله وعلى ناسه، مهما اقول مش هقدر اوفي له حقه. يوم الاستشهاد طبعا كان، يوم الاستشهاد ده كان ابن اخته كان عامل عمليه في مستشفى جنب القسم على طول. راح استلم الشغل بتاعه، حضر نفسه واستاذن من الضابط بتاعه وطلع على المستشفى تاني يودي لهم اكل. فرجع ليهم اتصل بيا قال لي انت عايزه حاجه؟ انا ماشي على الشغل. قلت له لا، خلي بالك من نفسك، ربنا معاك. ورجع على الشغل. بعدها كان الساعه 12 بالليل، جيت بحاول ان انام، مش عارفه انام، في قلق، مش عارفه انام خالص، عماله اتقلب. جه ابن اخته او ابوه تقريبا، مش قادره احدد مين بالظبط فيهم اللي اتصل بيا لان ما كنتش مركزه. حد منهم اتصل بيا وقال لي، يعني الاسم ما جاش علاء خالص، الاسم جاي لي هناء اخته اللي ماتت. يعني انا مش قادره اصدق، يعني مش قادره يعني ادخل نفسي ان هو اللي مات. بكذب نفسي. يقول لي هناء ماتت، بقول له بتقول ايه هناء؟ يقول لي هو قصده بيقول لي علاء، وانا اقول له لا هناء، يقول لي لا علاء. فانا طبعا من لهفتي نزلت جري، طبعا كنت حامل في الولد الصغير سميته على اسمه، فكنت نزلت اجري لقيت الدنيا مقلوبه تحت، وانا طبعا مش داريه باي حاجه والناس كلها عارفه ومش عايزين يخبرونا. لما عرفت الخبر المشؤون ده، الله يرحمه ويسامحه يا رب، هو كل شهداء يا رب، كل شهداء الوطن المصري. فكانت لحظة صعبة جدا، ويعني ده وسام على صدري طبعا ان ده شهيد شرطة. طب طب بيقولوا دايما ان الشهيد بيحس بان هو يعني بعلامات ان هو هيستشهد، هل كان ده حقيقي؟ كان حاصل معاه؟ فعلا فعلا. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ مصطفى، اللي يوم الجمعه قبل الاستشهاد واستشهد يوم السبت، كان مصبح لحد اجازته. يوم الجمعه كان مفرق حاجه حلوه، وبيقول لي الجيران والناس بيقولوا لي انت بتفرق الحاجات دي ليه؟ قال لهم عشان لما اموت تفتكروني. وواحد بتاع سوبر ماركت هناك جنب الشغل بتاعه اداله، يعني هو سوبر ماركت بيديله برضه حاجه حلوه من اللي عنده برضه. فبقول له ليه يا كابتن انت بتديني دي ليه؟ ما هي عندي. قال لي لا، عشان تفتكرني يا عم صلاح لما اموت. وقبلها يعني قبلها باسبوع اساسا انا متشائمه اساسا، وفي حاجه وفي حاجه غريبه كده مش صح، يعني مش حاصله. انا حلمت اني انا متحنيه. فبقول له علاء انت علاء، انا حلمت تحن، انا متشائمه مش عارفه، مش حاسه حاسه حاجه، مش قلبي مقبوض. قال لي لا خير خير ما تقلقيش. بعدها فعلا يوم الحادثه فعلا طبعا خشيت عليه الله يرحمه، لقيت وشه بيضحك مبتسم. فمسكت من رقبته كده ببوسه، لقيت ايدي فعلا متحنيه بدمع. فجمعت الحلم مع الحقيقه. لا اله الا الله. طيب يعني عايزين نعرف من حضرتك يا استاذه ورده، كملتي المسيره ازاي؟ حضرتك كنت لسه بتحكي دلوقتي انك كنت حامل وقت استشهاد طبعا البطل، كملتي المسيره ازاي؟ وانت بتحكي انه في اولاد ثانيه، يعني تقبلوا كمان الخبر ازاي، او استقبلوا الخبر ازاي عفوا؟ شرحت لهم ازاي ان باباهم بطل كبير قوي، مصر فخوره بيه. انا لحد دلوقتي عيالي يعني مش مصدقين ان هو اساسا توفى ولا استشهد. هو علاء صغير اللي ما شافوش اصلا، يعني بيقول بابا كان بيقول لنا حاجات حلوه. بقول له انت شفت بابا فين يا حبيبي؟ بيقول ما بابا اهو مع الصوره اهو، انت بتقولي لي كان بيجيب حاجات حلوه ليك وما اعرفش ايه. يعني هو ما فوتينا، مش مات، هو فوتينا، هو روحه معانا، مش بيسيبنا ولا بيفارقنا. مش بيفارقنا لحظه واحده، وعلى طول معانا في المنام وفي الحقيقه يعني. ولو بيحس ان في حاجه وحشه جايه لي بيجيلي في المنام بيبعدني عنها، فعلا بتبعد عني. تفاصيل حي يرزق. اكيد اكيد طبعا. تفاصيل الحادثه الارهابيه اللي حصلت في حلوان كانت عامله ازاي، ودوره فيها كان عامل ازاي؟ هو دوره فيها، هو اول حاجه كان الحادثه دي كانت مرصوده من يوم الخميس اللي قبل الاستشهاد. فطبعا كان في ست مراقبهم
القهوه اللي قصاد القسم على طول، قاعده مراقبه العربيه اللي طالعه بالحمله، فلقيت ان القوات كلها مش كامله، فبلغتهم القوات مش كامله، فطبعا عندكم قال خلاص مش هم عايزين، هم عايزين مجموعه محدده كامله عشان عدد. فيوم السبت ده والله العظيم ما كان يعني هو مش كان هيطلع، بس سبحان الله هو كده قال رايح الشغل، يعني كان ناوي يروح لجروب وما يروحش الشغل، بس قال لا انا نازل الشغل. يعني هو موته ناديله، شهادته نادته. فطبعا طلعوا في الميكروباص لحد الشارع الغربي طالعين رايحين لزميلهم عشان ياخدوه من هناك. فالحصل حصل طلع عليهم 4 ملاكمين. الله يرحمه يا رب. وصلت مستشفى النصر على طول. الله يرحمه، الله يرحمه ويصبرك ويصبر اولاده. يعني احنا بنفتكر شهدائنا كل سنه في يوم الشهيد، يمكن احنا النهارده عشان كده بنحتفي بيوم الشهيد، انه ابطالنا اللي ضحوا بارواحهم عشان التراب الوطن. احنا مصر ولا الدوله ولا الشعب المصري هينسى هؤلاء الابطال ابدا، هيظلوا طول الوقت في ذاكرتنا وطول الوقت هنحتفي بيهم وهنحتفي بحياتهم اللي قدموه فيها. احنا زي ما حضرتك قلتي، وكل يمكن زوجة او ارملة شهيد اتكلمت وقالت ان هم دايما بيحسوهم معاهم ووسطهم، هم ده حقيقي، يعني ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كمان حاسين ان الابطال دول وسطنا وهنفضل نفتكرهم لغايه يعني اخر الوقت. صحيح. نشكرك السيده ورده اسماعيل ارمله شهيد الشرطه علاء عيد. شكرا جزيلا.